ما الموقف من القرارات الرئاسية الأخيرة وكيف يمكن قراءتها في السياق العام؟ ما أسباب تضارب الأداء بين السلطة المحلية والحكومة في عدن؟ أربع منظومات يعني رئاسة وحكومة وسلطة محلية وتحالف، هذه الأربع أطراف في مدينة عدن يجب أن يكون الانسجام بينها بدرجة كبيرة ووضوح الفكرة بشكل أكبر. في مصلحة من تأخر بناء أجهزة الدولة وعلى وجه الخصوص المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ لماذا تم حل مجلس مقاومة عدن بعد تحرير المحافظة ودون الاستفادة من هذا المكون؟ لا يمكن أن يكون هناك جنوب بدون الاشتراكي، بدون الإصلاح، بدون السلفيين، بدون أي مكون آخر. يعني من يظن أنه يمكن أن يلغي مكون بكل وجوده، هذا يعني واهم. هذه الأسئلة وغيرها نضعها على الأستاذ علي الأحمدي الناطق الرسمي لمقاومة عدن في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.